راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. عناوين الأخبار للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو عام 2024. سجال واتهامات متبادلة بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن. المفوض السامي لحقوق الإنسان يجدد اتهامه للبرهان وحميتي بارتكاب جرائم حرب. منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين. معارك عنيفة على عدة محاور حول مدينة المناقل بالجزيرة بين الجيش والدعم السريع وأنباء عن مقتل 10 أشخاص. هيئة الكهرباء تعلن عن برمجة قطاعات في بورسودان بعد خروج محول رئيسي عن الخدمة. حزب الأمة يدين هجوم الدعم السريع على قرية الهدى بولاية الجزيرة ويرفض استنفار المواطنين من قبل أنصار النظام البائد. فريق أممي جديد يحقق في تقارير حول استعباد جنسي وهجمات عرقية في السودان. منظمة الصحة العالمية تعلن أن 15 مليون سوداني بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يشير لإمكانية تفكير المجتمع الدولي في نشر قوات لحفظ السلام إذ لم تبدي الأطراف المتحاربة جدية في التفاوض. تعرض مصطفى طنبور لحادث سير وانقلاب سيارته 3 مرات في طريق عودته من الفشقة إلى القضارف. التجمع المدني لأبناء نهر النيل يندد باعتقال السلطات الأمنية لعدد من مواطني الباوقة بمحلية بربر ويعتبره غير قانوني. التجمع المدني لأبناء نهر النيل يطالب إطلاق سراح المعتقلين فورا ويحمل السلطات مسؤولية أمنهم وسلامتهم.